نبدأ النقطة الأولى بالاحتياجات، الاحتياجات الجسدية. الاحتياجات الجسدية نتكلم عن موضوع سريعا عن العلاقة الجنسية. هذه العلاقة الجنسية حقيقة هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني أنا أقولكم وقد أكون متأكد إن شاء الله بأن الأغلب الذين يعانون من مشكلات يعني متباينة متراكمة متكررة يعانون من مشكلة ماذا؟ العلاقة الجنسية بين الزوجين. والعلاقة الجنسية بين الزوجين مهمة، فإنها تطفئ الكثير من الغضب وتطفئ الكثير من التراكمات وتجعل الزوجين كأنهما جسدا واحدا، تقرب وجهات النظر، تطفئ الثورة، تطفئ الشهوة، تطفئ كذا. لكن على أن لا تكون تلك العلاقة يعني يشبع من خلالها طرف على حساب طرف آخر. حقيقة هنا تتولد المشكلات، وفي الحقيقة تصل بعض الاستشارات حول هذا الجانب. فقط يقضي حاجته، وما إن يقضي حاجته لا يسأل عن الطرف الآخر، وهذه مشكلة ينبغي أن تطرح. يعني السكوت لا يعطي حل، بل إنه يؤدي إلى تراكم المشكلة. يعني لازم تعرف على أن الحاجة الجسدية هي غريزة لا يصارع فيها أي شخص، أي عاقل على هذه على هذا الوجود. الحاجات الجسدية ليس فقط حقيقة يعني علاقة حميمة أو حميمية أو علاقة جنسية، وإنما تمتد إلى اللمسات، تمتد إلى الاحتضان. بعض الاحتضان يقول حاجات عاطفية، لكن أنا أقول حاجة جسدية تحضن. يعني تحضن ما بس فقط تحضن شريكك، تحضن طفلك، تحضن أبوك. يعني تصوروا على أن حقيقة عند الاحتضان وعند اللمسات وعند تشابك الأيدي تسقط حقيقة الكثير من الطاقة السلبية، لكن نحن للأسف الشديد ما معطين وقت لأنفسنا. يعني تصوروا أن بعض الأزواج يرد على زوجته: أنت ما عندك شغل غير في هذا الجانب. هذا من الجهل. أو زوجة ترد على زوجها: أنت ما تفكر غير في هذا الجانب. هذا جهل، هذا حقيقة. يعني ما هذا من الأشياء المهمة، فلذلك أنا جعلتها في أول نقطة. الحاجات الجسدية مهمة، لمسة حانية، حضن على السريع كذا. ما ليس شرط أن يكون الحضن في مناسبة، يعني في الغالب نحن نتحاضن في أوقات، مثلا في أوقات يعني الأتراح، في أوقات المصائب. نحن بحاجة في الحقيقة الحاجات الجسدية، حتى في أوقات الأفراح، حتى في العلاقات الخاصة، حتى بين الأبناء، حتى بين كبار السن. ولكن في الوضع الحالي لا، الوضع الحالي اختلف، خاصة مع الناس في ظل الجائحة. والتباعد الجسدي حقيقة صار من ماذا؟ صار من الأمور المطلوبة تجنبا للوقوع في المحظور لا قدر الله سبحانه وتعالى.